كان صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مقدمة مستقبل جثامين شهداء الواجب الوطني المقدس الشهيد الملازم أول مبارك هاشل زايد الكبيسي والعريف يعقوب رحمة مولاي محمد، حيث وصلت مساء يوم أمس جثامين الشهداء إلى قاعدة عيسى الجوية على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني برفقة عدد من ضباط قوة دفاع البحرين. وقد جرت مراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثامين شهداء الواجب الوطني المقدس بقاعدة عيسى الجوية بحضور معالي الشيخ عبد الله بن سلمان الخليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. ونقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى أسر وأهالي شهداء الواجب الوطني المقدس ودعواتهم وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. ووجه صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين خالص العزاء والمواساة إلى أسر وأهالي شهداء الواجب الوطني المقدس الذين استشهدوا خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس، كما عبر معاليه عن أحر تعازيه إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين وجميع شعب البحرين، وقال معاليه: إننا نقدر لرجال قوة الدفاع الذين سطروا ملاحم البذل والفداء وهم يسيطرون دروسا في التفاني والتلاحم مع أشقائهم للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل. وجرى استشهاد شهداء الواجب الوطني خلال عمل عدائي غادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.